السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زميلاتي وزملائي الأعزاء، السيدات والسادة الحضور، أيها الحضور الكريم، طاب مساءكم بكل خير. يشرفني أنا سارة طلحي أن أرحب بكم اليوم في جلسة من منتدى أحياء ليبيا ضمن رؤية 2030. يشرفني أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ مفتاح البرعسي، الباحث في العلوم السياسية والمدرب المعتمد. سيسلط الضوء اليوم على الشباب ودوره في الانتخابات والعمل السياسي، وسأفتح المجال الآن للأستاذ مفتاح. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك بكل الحضور. أهلا وسهلا. اليوم عندنا قاعة وعبر شاشة الزوم، إن شاء الله نكون اليوم نقدموا محتوى إن شاء الله مثير للمشاركة على العملية الانتخابية والسياسية في ليبيا وحفز الشباب والأبناء على الانتخابات القادمة إن شاء الله. أستاذ مفتاح، ممكن تعطينا المختصر أو المخطط أو المحاور الأساسية لمشاركة الشباب في العملية الانتخابية، ما قبلها أو ما بعدها أو أثناء الفترة الانتخابية؟ اليوم معنا عرض إن شاء الله بعنوان العمل السياسي للمشاركة الانتخابية للشباب. كيف ما نشوفوا هذه الصورة الشابة، رئيس الوزراء، رئيس الحكومة، سنأتي عليها في أي دولة، ولكن مبدئيا سنأتي بالصور. محاور الجلسة هي تحديد المصطلحات، لا نذهب إلى معاني تدور في أذهاننا، لا نقصدها. وهنا نأتي إلى معنى الدور، ما هو الشباب منهم، العملية الانتخابية ما هي، العملية السياسية ما هي، وهو ما يستخدم هذا الأسلوب في العمل العلمي والقانوني أيضا في أي دباجة قانونية. يأتي أول شيء تعريف المصطلحات تحديدها، ثم تأتي المواد القانونية. نأتي أيضا على الشباب في تاريخنا الإسلامي، وهم ثلة من الشباب الخيرين النيرين الذين نشروا الإسلام على ليس الوطن العربي فقط بل حتى في أوروبا، وهذا ما يدل على أن النشأة هي أهم شيء يمر به الإنسان في حياته. النشأة زي ما يقولوا بالعامية، أنت مش بس تربي، الشارع يربي، المدرسة تربي، الزملاء يربي. بعدها نأتي لماذا البحث عن دور الشباب في المرحلة الانتخابية السياسية، لماذا نبحث عن دور الشباب، لماذا نتكلم عنه؟ ولا نريد أن ينصرف الذهن إلى الشباب ذكور، بل نعني الإناث وذكور. ثم لدينا نسبة الشباب من السكان في ليبيا هي نسبة عالية جدا، تفوق 50%. ثم نأتي نسبة مشاركة الشباب في العملية الانتخابية والسياسية في ليبيا بعد الانتفاضة، وهي ليست ثورة بالمعنى العلمي، عام 2011. لماذا عام 2011؟ لأن بعد سقوط النظام الجماهيري، هذه المصطلحات مهمة، لا نقول نظام القذافي بل النظام الجماهيري، بعد سقوطه يفترض أن الزخم يكون كبير على العملية الانتخابية والإقبال على التغيير، ولكن هذا ما كان غير متوقع. سنأتي على النسبة. ثم نتكلم عن فنلندا، نموذج تمكين السياسة الشباب، وخلاصة ما وصلت إليه جلسة حوارية في وزارة الشباب، وهي وزارة مستحدثة، وإن دلت إنما تدل على اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بدور الشباب في العملية الانتقالية. نعم، جلستنا هذه الهدف منها تعريف مرحلة الشباب ومدى أهميتها، رفع مستوى الوعي بضرورة مشاركة الشباب في العملية السياسية والانتخابية، أيضا فهم معنى العملية الانتخابية والعملية السياسية، زيادة نسبة مشاركة الشباب، ونبدأ بهذه الحكمة الجميلة التي تقول: الطفولة قوة لا عقل لها، والشيخوخة حكمة لا قوة لها، والشباب يجمع بين الاثنين، الحكمة والقوة. وهذا ما يميز مرحلة الشباب. نأتي على تحديد المصطلحات. كلمة دور، ما هو المقصود بكلمة دور؟ تأتي بمعاني، منها دوري في العمل، أي مكاني في العمل،
أنا وين مكاني في العمل؟ هلنا بواب؟ هلنا ساعي بريد؟ هلنا معد القهوة والشاي وهكذا؟ وتأتي بمعنى عند أهل المنطق توقف الشيء بناء على دور شيء آخر، وتأتي أيضا بمعنى ترتيبي أو ترتيب الشيء. الشباب في عدة نظريات تعرف الشباب، في النظرية البيولوجية والنظرية الاجتماعية والنظرية النفسية واتجاهات نظرية، لكن رسمت اتجاها هو الأقرب من وجهة نظري ومن خلال المقالات إلى الصواب من وجهة نظري المتواضعة. هو من ناحية شرعية هو تغير بيولوجي في الجسم، يعني عندما يتغير الإنسان من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، هنا تأتي مرحلة الشباب إلى سن الأربعين. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في سن الأربعين بمعنى اكتمال البلوغ، خلاص يعني مرحلة الشباب انتهت، هنا بدأت مرحلة الرجولة، وهي قد تأتي المرحلة هذه التغيرات الفسيولوجية من سن الخمستاشر سنة أو الخمستاشر عام، من خمستاشر عام إلى الأربعينات، هذا كله يسمى شباب. لكن لو تأتي على تعريف الأمم المتحدة تقتصر فيه فقط على سن معينة، ولا أرى فيه أنه هو تعريف يتطابق مع بيئتنا المحلية في ليبيا، تعرف أن الشباب هي المرحلة العمرية التي تتراوح ما بين سن الخمستاشر عام إلى الخمسة وعشرين. وهكذا أخرج أنا وأنتم والحاضرين على الزوم من هذه الفئة ونكون شيوخا. مفهوم العملية الانتخابية ما هي؟ يعرف الأستاذ الدكتور عمار بو ضياف من أنها مجموعة الإجراءات والأعمال التي فرضها المشرع خلال قانون الانتخابات، بدءا بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية الفرز وإعلان النتائج وما تثيره هذه العملية من منازعات بمعنى الطعن في العملية الانتخابية. يعني بداية من أن يتم تشريع القانون، هذه عملية انتخابية، يعني أنت مرات في بالك تقول لا العملية الانتخابية ما تبدأش إلا لما يتم الإعلان عن أن كل مرشح يعلن برنامجه، لا خطأ. العملية الانتخابية تبدأ من سن القانون، من عملية سن القانون. ليش؟ لأنك أنت كمواطن وكشاب تؤثر في هذه العملية. عندنا تعريف آخر وهو مجموعة الإجراءات والأعمال القانونية والمادية، المادية بمعنى المواد اللوجستية التي يتم توفيرها، وهي مواد معينة مش أي مواد، التي تؤدي بصورة إلى تعيين الحاكم من قبل أفراد الشعب. وهي بهذه الصفة حق من الحقوق السياسية للمواطن، حق أن يختار من يحكمه، وتدخل في إطار القوانين السياسية أو أكثر تحديداً ضمن قانون الانتخاب التي يتكون من جملة قواعد غايتها تحديد صفة المواطن. يعني في القانون يتم ذكر من هو المواطن، هل هو اللي يحمل جنسية، هل هو اللي يولد في ليبيا لأب وأم ليبيين، هل اللي يعيش في ليبيا مدة خمس سنوات عشر سنوات، هذه كلها المسائل تتعلق بجنسية وبالتالي ترتبط بحقك في الانتخاب. وأيضا يحدد في القانون من يحق له الانتخاب ومن يحق له الترشح. سمعت أن في محاولة لمناقشة المنطقية لقانون الانتخابات يقول أن كيف تسمح لشخص عمره 18 سنة أن هو يضع أصبعه في الحبر ليصوت ولا تسمح له بأن يترشح؟ لا، منطقيا الذي عمره 18 سنة لا يملك خبرة الذي عنده 35 سنة. في شيء اسمه التدرج الوظيفي، أول ما جئت موظف في مؤسسة لا تعلم سين من جيم، ولكن بعد فترة تصبح عنده خبرة. وهذا ما أعطاه المشرع لعمره 18 سنة أنه هو يصوت ولا يترشح. سنأتي أيضا عن قوانين الانتخابات وهي صادمة، قوانين الانتخابات في العملية التشريعية. طبعا البلدية مشهورة أن تسمح للشباب بالترشح، لكن سنأتي على قوانين الانتخابات في البرلمان، وسنأتي حتى أن هي تسمح للشباب بالترشح، لكن نحن لا نقرأ، نحن لا نقرأ. إذن واختيار النظام الانتخابي المتبع ثم تنظيم مسار الاقتراع. الاقتراع توفي اللي يشوف العملية الانتخابية أن هي يوم اللي يجي يحط الورقة في الصندوق، لا، العملية الانتخابية أكبر منك. أول شيء أنت لما تخش أصلا لمركز الاقتراع تدور على ستة نقاط، تكشف على الهوية، بطاقتك، إثباتك، بعد يكشف عليك في القائمة هل اسمك موجود أو لا، يكشف على يديك هل فيها
حبر فيها صمغ لون كذا، وبعدها يتم اعطائك ورقه تختم من اربع زوايا لها، بعدها تمشي انت للبوكس تضع صوتك وتطلع لانك تضع اصبعك في الحبر. سنأتي أيضا على نصائح لكل ناخب. ثم تنظيم مسار اقتراع والعملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق، تبدأ الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع وتحرير محاضر اللجان الانتخاب وإجراء فرز للأصوات. شن هي العملية السياسية؟ طبعا العملية السياسية هي أكبر من عملية المشاركة السياسية، حيث تأتي العملية السياسية داخل النظام في صندوق معين من التفاعل سنأتي عليه، لكن سنأتي على تعريف المشاركة السياسية أولاً على أنها تلك المجموعة من الممارسات التي يقوم بها المواطنون، وأيضاً نأتي لأن القانون هو لحد من المواطن، أو بها يضغطون بغية الاشتراك في صنع وتنفيذ ومراقبة وتقييم التقييم السياسي اشتراكاً خالياً من الضغط الذي قد تمارسه السلطات. يجينا على الصنع والتنفيذ والمراقبة. إذن الصنع أمتى نبدأ نصنع في العملية السياسية؟ من باب المدخلات. باب المدخلات يعني أنت توا لما تخطم على ساحة من الساحات العامة في ليبيا تجد مجموعة مظاهرة، هذه المظاهرة هي عبارة عن مدخلات للنظام السياسي تعبير عن المصالح يسموه فيها. لو شوفوا حتى الأسهم 1 2 3 4 أربع أسهم، التعبير عن المصالح يأتي بعدد كبير، يعني أنت تبي مثلا نقول مثلا ضرائب يتم تخفيضا، مشاركة الشباب عالية، مشاركة النساء، مطالبك واجد، لكن تجميع المصالح ما يدخل النظام هو أقل مما يطلب، واللي تم صناعته أقل، واللي تم تنفيذ السياسة العامة والتقاضي حولها أيضا هو يكون بثلاثة أسهم. عملية المدخلات هنا هي المشاركة يسموها فيها، أو التعبير عن المصالح هنا هو معنى المشاركة السياسية. هنا يأتي دور الشباب أن ينتظمون في أحزاب، في روابط، في تكتلات، في سمي ما شئت، للتعبير عن مصالحهم ومحاولة تجميع هذه المصالح حتى تصل للصنع. من يصنع في السياسة العامة؟ مجلس النواب، مجلس التشريعي، هم منين يجي فيها من بنات أفكاره؟ لا، يجي فيها من الشارع، من جماعات الضغط، من الأحزاب وإلى آخره، بحسب طبيعة النظام طبعا. لماذا نبحث نحن عن دور الشباب في الانتخابات والعملية الانتخابية والسياسية؟ لماذا نبحث عن دور الشباب؟ أول شيء، الشباب يحملون طاقة جسدية ونفسية، المرحلة هذه تكون فيها طاقة الإنسان عالية والحركة فيها كثيرة، على عكس مرحلة الطفولة والشيخوخة. مرحلة الطفولة الحركة فيها بدون وعي، يخبط يكسر وخلاص. مرحلة الطفولة الشيخوخة تكون فيها الكسل، لكن مرحلة الشباب يكون فيها الوعي، الحركة بوعي، الطاقة الجسدية والنفسية، تؤهلهم للدخول أيضا في صراعات وتحديات، لأن الحياة طبيعتها تفرض عليك الصراعات والتحديات، وأيضا العمل السياسي يفرض عليك أنك أنت تدخل في صراعات وتكتلات وأحزاب وإلى آخره، والتحدي أكثر من غيرهم من المراحل العمرية الأخرى، لذا يكون مهيئين لمواجهة أي حدث تمر به البلاد، وهذا ما رأيناه في عام 2011 ورأيناه في عام 2014، كيف تمكن الشباب من التصدي لأي محاولة غزو أو احتلال، تصدي للعملية للجماعات الإرهابية. لو تشوفوا أنتم عدد ضحايا أو عدد القتلى أو الشهداء في العمليات العسكرية تمت في ليبيا، سنجد نسبة كبيرة من الشباب، كبيرة جدا من الشباب. ليش؟ لأن الشباب يرفض أن يفرض عليه واقع، يحب يغير، يحب أنه هو اللي يكون مالك زمام أموره. في مرحلة الشباب يكون الطموح في احتلال دور اجتماعي والتعبير عن الإرادة بدرجة عالية، يحب يكون يفرض شخصيته داخل الأسرة، في الشارع، في مثلا في الحزب، في بين أصدقائه إلى آخره، فيبحث عن دور. ما يدفع الشباب إلى الحركة وأيضا الاحتلال الموقع الاجتماعي ودور مرموق في المجتمع. إن العمل السياسي يستلزم العمل ضمن الجماعات
والشباب في هذه المرحلة يبحثون عن التعبير عن النزعة الجماعية فيه، يحبوا يقودوا، يحبوا يكونوا، ما يحبوش يكونوا مقودين، يحبوا يقودوا الجماعات، يحبوا يكونوا قادة، لذلك يبحث عن جماعة حتى يؤثر فيها فيدفع نحو فيدفعوا هذا للعمل السياسي. في مرحلة الشباب يتجه الإنسان للتجديد والتغيير، حتى لو نشوفوا شبابنا كيف يعني، طبعا هذا أثر النتيجة للتنشئة الغير سليمة، مش نقول خاطئة لأن فيها أشياء جيدة، ولكن تنشئة بها بعض العيوب. ليش حتى الشباب يقلدون، يحب يغير، تلقى قص شعره، يلبس مثلا في لبس ألوان فاقعة وكذا، يحب يغير أي حاجة جديدة، يحبها، يحب يطور، يحب، وربما يكون هذا من غير واعي، وهذا نتيجة التنشئة. زيد بن حارث كاتب الوحي في ولم يتجاوز سنة 13 سنة من عمره، قد كلفه النبي عليه الصلاة والسلام بتعلم اللغة السريانية واليهودية. ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، فاستفاد من الطاقة الشبابية هذه، كلف بأن يتعلم لغتين، والنبي عليه السلام يقول من تعلم لغة قوم آمن شرهم. النبي عليه السلام يعرف الطاقة الشبابية فكلف. نحن اليوم لا نعرفها إلا في وقت الحروب للأسف، نحن نحتاجون في وقت الحروب بس، وقت شيل بندل، لكن في العمل، في الإفاد، في الدراسة، لا لا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كاتب هذا الذي لقبه النبي عليه السلام بحبر الأمة وترجمان القرآن، كان لما حتى يحتاروا رضوان الله عليهم في معنى يجوا لعبد الله بن عباس، خلاص المعنى يعطيهم عبد الله بن عباس يحتمدوا. أسامة بن زيد الذي قاد جيشا كبيرا وما زال فتى وتحت إمرته كبار الصحابة، وهذا ليش؟ بقناعتهم به. الشباب يجب عليهم أن يفرضوا أنفسهم على الكبار، لما حتى لما نشوفوا شاب مثلا في سنة صغير وهو أستاذ ومدرب ورئيس حزمة، ننظر إليه بعين الصغار، تقليل من شأنه، بزلت صغير يقولوا له، هذه أبسط كلمة. فهذه مشكلة عندنا. عمر بن كلثوم الذي ساد قبيلته قبيلة تغلب وهو عمره 15 سنة، مازال طفل. محمد بن قاسم فاتح بلاد السند وعمره 17 سنة. عبد الرحمن الناصر كان عصره هذا في الأندلس، يسمى بالعصر الذهبي عصره، عمره 21 سنة، وفي عهده قضي على الاضطرابات وقام بنهضة علمية لتصبح أقوى دولة في عصره. محمد الفاتح القسطنطينية الذي فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية استحصت على كبار القادة هذه العصمة في حين كان عمره 22 سنة، طفل يعني مقارنة صغير، أنت صغير، هذا اللي توه عندنا نفس هذا ملاه يعني ملاه للموت، يشيل بندق ويموت في المحور بس، لكن أنه هو يمسك إدارة يمسك قسم، لا في عندنا ناس خبرة، بيا أبو خبرة أنت عدل المحور، ولا أنت بس تشوفوا فينا في القتال، هذه مصيبة. نسبة الشباب في ليبيا حسب أحدث تقرير للأمم المتحدة في 2019، نسبة المجتمع الليبي، خلينا نتكلمه، هي 6,545,720 نسمة. وبحسب كتاب حقائق العالم، وهو كتاب يصدر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية، تقرير هو سنوي، نسبة الشباب من السكان هي 64.4%. لو نحسبوها من 6,545,720 تصل نسبة الشباب من 6 مليون 4 مليون، 4 مليون، نص 6-3، نحن هلبنا النص، شبابنا يهلب النص، لكن الواقع نرى في مجالس النواب وفي الحكومة باستثناء حكومة الوحدة الوطنية، يعني في بوادر أمل لتمكين السياسي للشباب وللنساء أيضا. الشباب شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، هي الشباب والعافية، هذا الإمام علي رضي الله عنه. لو نجو نسبة مشاركة الشباب في العملية الانتخابية والسياسية في ليبيا 2011-2012، عندي سؤال، هل تعرف، عفوا على الخطأ، هل تعرف اسم شاب في الحكومة السابقة أو الأسامة التشريعية السابقة؟ يعني الحاضرين بنسألهم، والسؤال موجه لك، هل تعرفون اسم شاب واحد في حكومة حوض حكومة الوحدة الوطنية، هي حكومة حديثة عهد، نتكلم عن مجلس النواب
ونتكلموا عن المجلس الوطني الانتقالي ونتكلموا عن المؤتمر الوطني العام، ما فيش صح؟ للأسف. ليش؟ هذا ما سنناقشه اليوم. حب نسمع منك؟ فعلا معنا رفيق شباب من خلال هذه الجلسات. طبعا طبعا حنصدمك تو بالنسبة ليش اخترتنا. طبعا الفترة كلها سيبت الفترات اللي مرت في ليبيا اخترت 2011 لأن 2011 هي زي ما تكلمنا مرحلة أتت بعد إسقاط النظام، وبالتالي يفترض أن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية تكون عالية. في هيكلية المجلس الوطني الانتقالي يتكون من 30 عضو يمثلون كافة مناطق ليبيا وكل شرائح الشعب الليبي، على ألا تقل عضوية الشباب فيه عن 5 أعضاء. تعرف شاف في المجلس الوطني الانتقالي ما فيش؟ ممكن الذي يحسب على الشباب هو فتحي تربل. فتحي تربل بغض النظر عن موقفه له، هذه مصيبة. يعني لما حط كلمة نفسها وما نجيش دور، ما نجيش دور للشباب. هل المشكلة في الشباب؟ هل المشكلة في البيئة التي يريد أن يقتحمها الشباب وهي مسيطرين عليها كبار السن، ولا وين المشكلة؟ هذا ما سنخلص إليه من خلال النقاش. نسبة المشاركة الانتخابية بعد الأحداث الانتفاضة، نسبة المشاركة في العملية الانتخابية في المؤتمر الوطني العام كانت 65%. يعني حتى لو بحسب ما طلعتنا موقع المفوضية الوطنية الانتخابات تأتي على نسبة النساء الرجال، نسبة الرجال النساء، مش ذاكرة الشباب في نسبة المشاركة، مش ذاكرة الشباب للأسف. في خلال بحثي وهي نسبة غير متوقعة لشعب دفع الدم من أجل أن يشارك بشكل حر في قراره، يفترض أن نسبة 65 هذه ما كانت أعلى. قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام، وهذا ما صدمني الحقيقة، أن يمكنك من خلال 21 سنة تقدر ترشح. وين المؤتمر الوطني العام؟ هل في شباب؟ ما فيش. مجلس النواب؟ ما فيش شباب. المجلس الجاي إن شاء الله نرى فيه شباب، من خلال هذه الجلسات التوعوية إن شاء الله نجد فيه شباب. أنا من خلال سؤال نطرح على الحاضرين الآن وبكل ضمير، هل تعلم أن نسبة أن يمكنك مشاركة في العملية الانتخابية من المؤتمر العام، أنك عمرك 21 سنة تقدر تشارك؟ تقدر تشارك؟ من خلال الزوم حتى نسأل الأشخاص اللي حاضرين معنا، توعزم السادة والسيدات حاضرين معنا الزوم، هل عندك علم أن عمرك 21 سنة تقدر تشارك في المؤتمر العام؟ البلدية نصت على أن عمرك 25 تقدر تشارك، من 25 تقدر تشارك بالضبط، مع أن العملية اللي هي المجلس البلدي هو جهاز تنفيذي، جهاز التنفيذي يتطلب حركة ومراجعة وإلى آخره والعمليات الأخرى. يعني المفروض أن نسبة يعني من خلال المنطق أن كيف تعطيني مجلس بلدي 25 وتعطيني المجلس النواب 21؟ مجلس النواب عملية تشريعية وهي عملية صعبة تحتاج أن من شخص خبرة، لأن حرف في التشريع يغير معنى. أيضا قانون ترشح لمجلس البلدية 25 عام فقط لا أكثر، تقدر ترشح البلدية وأنت عمرك 25 سنة، والمؤتمر الوطني عمرك 21 سنة. المجلس النواب أقصد. فنلندا ما نش بعيد عنها، البلد هذا مر بمآسي، كان جزء أول شيء من السويد، كان جزء من السويد يعني مش بعيد عنها، نحن برق هذه كان جزء من مصر. اوكي خلينا ناخذها واحده واحده، ثم دوقيه يحكمها قيصر الروسي نيكولا الثاني، وحين فصلت في المراحل النهائيه من الحرب العالميه الاولى خشوا بعضهم فنلنديين وتقاتلوا ما بين حمر وبيض، الحمر الموالين لروسيا والبيض الموالين لالمانيا، زي ما صار عندنا تو منقسمين كل واحد موالي لطرف ويقاتل الطرف الاخر. 4 شهور من الحرب الاهليه، 4 أشهر وهم يقتلوا في بعضهم، توقع أحد الضحايا كان 37,000 شخص، 37,000 شخص ماتوا، من مش ماتوا من عدو خارجي، لا ماتوا نحن قتلنا بعضنا. تركت هذه جراح عميقة طبعا في لم يمحيه سوى التوحد ضد السوفيت، توحد ضد السوفيت، أدركوا أن ما لهمش إلا بعض في الآخر.
خلال حرب الشتاء والاستمرار، سميت حرب استمرار لأنها كانت امتداد لحرب الشتاء في أوج الحرب العالمية الثانية، وقفوا ضد السويد. ليش فنلندا تمكن من الشيء الصعب هذا؟ عندنا بعض النقاط. أول نقطة، قيم ومؤسسات سياسية استطاعت بناء ثقة متبادلة بين الدولة والشعب، وهو المفقود تو. تعزيز قيم الديمقراطية من خلال الحرية، أنك أنت لما تتكلم بكل حرية ما تطلعش يصير لك شيء، هذا يعزز قيمة. نظام رئاسي وبرلماني، نظام في 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 السوي في فنلندا، في عندهم مجلس نواب، وعندهم الرئيس الجمهورية، وعندهم رئيس وزراء. بمنين يجي رئيس وزراء؟ رئيس الجمهورية يمشي يجيب رئيس وزراء ويعرض على البرلمان، خذا صوت البرلمان يمشي خلاص هذا رئيس حكومة. العدالة الاجتماعية ركزوا عليها، ركزوا على احترام حقوق الإنسان، المساواة، سيادة القانون، الثقة الفنلنديين في بعضهم البعض، والاستفادة من دروس التاريخ. وهذه إن شاء الله ربي يرزقنا به. سانا مارين هذه رئيس الوزراء، هذه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب هذا خش في قتال دموي مع الحمر، هذا حزب البيض خش في قتال دموي مع الحمر، يعني تاريخه حتى هو في فنلندا أسود. لكن الناس عرفوا أن دروس التاريخ، أخطاء التاريخ يجب أن لا تكرر. هي أصغر رئيس وزراء على مستوى العالم، عمرها لا يتجاوز 34 عام، أصغر رئيس وزراء. والعلمك اللي جابها للبرلمان رجل يعني يكاد يجتاز حتى 40. قناعة شباب مقتنعين. اللهم أمين. نختتم بدور الشباب في المرحلة القادمة، وما خلصت إليه وزارة الشباب قالت أن الشباب هم مفتاح النجاح المرحلة التحقيقية الانتخابية، مشارك الشباب في الانتخابات على كافة الأصعدة يضمن مستقبل أفضل. أهمية الوعي بهذه المرحلة تضمن حصول الشباب على حقوقهم وإدراك واجباتهم تجاه الوطن. دور الشباب الأكبر يكمن في تمثيلهم في البرامج والمشاريع المنبثقة عن الحكومة والتي يعتبر بعضها قيد التنفيذ. التوازن بين الخبرة والدماء الجديدة في مشاريع الدولة التي تهدف لتعزيز السلم، هذا ما خلصت إليه. للأسف من خلال الجلسات الحوارية وجلسات النقاش نخلص إلى كلام إنشائي، لكن نحن نبو برامج. يعني مثلا بنطلع ونعمل دير برنامج الشباب، والله برنامج شباب نعزز قيم الديمقراطية، لكن بيعطيني برنامج، أعطيني كم مثلا، يقولوا المصنع مثلا يقولوا كم تنتج، يقول لي ننتج في أحسن نوع أفخر أنواع التن، ذا كويس، كم تنتج في حكي، مو كم، أعطيني كم بتشتغل على الشباب، أعطيني كم. ما تطلع منها مدير برنامج نبي نقول نبي نخلي 100 شاب يبطلوا مخدرات، يبطلوا التدخين، يبطلوا المعاكسات، أعطيني بكم، وأعطيني برنامج يهدف الكم هذا، عاش نبو كلام إن شاء الله، وإن شاء الله نطلع به من خلال هالجلسة. نختتم بمقولة برنارد شو اللي قال الشباب صدمة للمسنين تجعلهم يطلعون على ما حولهم، خليه يفطن الأمور اللي سيرها، وهذا ما يعني أن الشباب لازم يفطن اللي سير حوله. وأجمل ختام ما كان بالصلاة والسلام على سيدنا الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم السلام. مفتاح على هذه النقاش القيم والفعال، وإن شاء الله يا ربي وفق مسدد خطاك، ونشوفوا نسبة عالية للشباب في المشاركة الانتخابية القادمة. والآن لدينا بعض المداخلات عبر الزوم وعبر مشاركين الحاضرين. لدينا الآن مشاركة من الأستاذ أحمد المحجوب المتحدث باسم المؤتمر الوطني سابقا، تفضل أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك. نعم. Thank you.
تحياتي لك استاذ احمد. تحياتي لك، نشكرك على هذه المداخلة، بارك الله فيك استاذ احمد. والان ننتقل الى الاستاذ ابراهيم
أستاذ جامعي في العلوم السياسية ومرشح للانتخابات البرلمانية. تفضل معي يا أستاذ إبراهيم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك أستاذ إبراهيم على هذه المشاركة. الآن ننتقل للأستاذة أمينة عيسى. أهلا وسهلا بك أستاذة أمينة. أستاذة أمينة تفضلي، أنت موجودة على الهواء. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. لك يا أستاذة أمينة على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى مشاركين الحضور مع الأستاذ خالد. تفضل أستاذ خالد. نرحب بكل الضيوف وخاصة يعني الضيوف اللي شاركونا عبر الزوم، ونشكر الأستاذ مفتاح على هذا السرد الطيب. سؤالي طبعا أنا لست مفتاح الشباب، لكن أنا أصلا مهتم ببرنامج تدريب وأعداد الشباب. هو لومك يا أخوي مفتاح هو سؤال ومداخلة طبعا في نفس الوقت. يعني في العالم برا يتم تأهيل الشباب لإعدادهم في المناصب القيادية، وبين قوسين هي برامج إعداد القادة، مش بالشاب الآن في رغبة لاحظها الآن حتى من خلال الوسط الاجتماعي في مدينة بنغازي وحتى في مختلف التراب الليبي. هناك إقبال كبير على التسجيل أو المشاركة أو الترشح للانتخابات خاصة البرلمانية، لكن لما نشوف السي في أغلب الشباب خبرات ضعيفة في المجال الأكاديمي، قد يكون مؤهل علمي لكن في المجال الخبرات السياسية، أنت عارف المنصب السياسي أو القيادي أنت بتتواصل مع دول، تبي تدرس سياستها، تبي تعرف توجهاتها، تبي تعرف مثلا فنون التواصل، فنون حتى الإتيكيت،
لاحظناها في بعض الناس الكبار، هو عدد القيافة وكذا والتواصل والجلسة، هذه كلها تعطي مؤشر على مدى توعية الشاب. هذه يفترض أن الشاب المقبل على الترشح أن يخضع إلى دورة ولو سريعة في فنون التواصل، يكون ملم حتى بلغة، على الأقل شيء لغة واحدة. علوم الاتصال ممتازة جدا، تشوف الآن العالم كله أصبح عبر الزوم عبر قرية واحدة. أيضا هناك مشكلة كبيرة في الشباب، اللي هي فكرة أن هناك تنافس بين الأجيال، بين الكبار والصغار. لا الأبعد بالعكس، أن أعتقد أن الكبار في السن لهم مقام وتقدير، يكون مجلس خبراء. الشاب كيف أشرت حضرتك، هو قدرة على التواصل والعطاء وقدرة على الحركة. فنتمنى أن يكون في إدماج بين الشباب أو كبار السن، يعني نقوله الشياب، وياريت يكون أغلب الشباب في وكلاء، يقدوا وكلاء وزراء أو في الهيئات، ومن ثم ينتقل إلى الوزارة. حتى عنده موجودة يكون وكيل وزارة، يكتسب مهارات، يكون قريب من وزير، ومن ثم خلال ممكن 4-5 سنوات العمر اللي قدامه يتأهل أنه يكون وزير. مش معقول أن الشاب في 25-24 سنة ينسك منصب حساس وحيوي. وشكرا وبارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك أستاذ خالد. والآن لدينا بعض الاستفسارات والمداخلة للأستاذ مفتاح، ردا على بعض زملائنا عبر الزوم والأستاذ خالد بوزحكو. شكرا على طرح الأسئلة والمداخلات. الأستاذ تقريبا إذا ما خانتنيش الذاكرة اسمه أحمد، أوكي، قال لنا أن النموذج اللي كان في داخل العرض هو عن مدخل النظم. نعم، هذه ما يسمى العملية. هو تكلم عن وظيفة الاستخراج، هذه وظيفة أخرى للنظام، لكن نحن نتكلم عن العملية، مش وظائف النظام. وظائف النظام هي التنشئة وغيرها من الوظائف الأخرى، من 4 وظائف على ما أذكر، لكن أنا تحديدا خذيت وظائف العملية. وظائف العملية هذه هي تأتي أولا شيء تجميع التعبير عن المصالح، وهو ما نتمنى من الشباب أن ينطلقوا فيه، أن هم يعبروا عن مصالح شن يبوا هم بالضبط. هذه نقطة. النقطة إن شاء الله نكون وضحت الإجابة بخصوص. هو خالد، يا أستاذ خالد بزعكوك، هو كلامك صحيح، شبابنا يعاني من ضعف في القدرات والمهارات، لكن مشكلة في شباب بارزين حقيقة. أنا شفتهم في الجنوب وفي الغرب وفي الشرق، في نوابغ في مجال، خاصة في المجالات الحديثة، التقنية على سبيل المثال، عندهم، لأنهم هم يعني جو في عصر التقنية فهم أدرى به. وشكرا لك على سؤالك. الآن وصلنا إلى ختام حلقتنا، شكرا لكم جميعا حضورنا الكرام ومشاركينا عبر الزوم. أتممنا هذه الورشة وأتمنى أن تكلل بالنجاح وأن تحقق النتائج المرجو منها، وشكر موصول مقدما على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.